وده جزء من التعب اللي كنت بكلمكم عليه في موضوع التلج. التلج مش مجرد بس ان انت بتستمتع بيه وتضربوا بعض وتعملوا سنو مان، لا، في حاجات اكتر من مجرد كده. تعالوا افرجكم. لازم كل يوم نظبط المدخل بتاع عشان نعرف نعدي من العربيات ونعرف الناس تمشي. تعالوا، عايز اقول لازم كل يوم نعمل طريق لساعة بريد، علشان لو ساعة بريد جه ووقع اتزحلق ووقع هنا، تكلفة علاجه وغسيله وحمومه وتغيير هدومه وكل حاجة بتبقى علينا. لازم كل يوم نعمل طريق ليه ماسك يمشي فيه. خلصت يعني، انا بس بوريكوا في الاخر الدنيا تبقى عامله ازاي يعني. نجي يلا كمل بعد كده، انا هوريكوا ازاي هو متجمد الثلج، وعلشان تشيله من العربيه لازم حاجه زي دي كده، شايفين دي، علشان تشيلوه من على ده. لو سنو، لو ايس، انما لو سنو هتشيله بدي عادي خالص كانه زي التراب يعني. بس لو سنو بقى بيبقى عامل زي كده، ده هو كده ابتدى ينزل، عشان انا مشغل الدفايه فبيتقطع كده. انما لو الدفايه مش شغاله بيبتدي يتكسر، بيبتدي اكنك بتسكراتش في خرسانه او حاجه كده. بصوا شايفين الميه نازل ازاي، عشان انا شغلت الدفايه من جوه. اللطيف ان الناس عايشه حياتها عادي، محدش عنده اي مشكله في اي حاجه زي ما شايفين دي. بس الارض بقى مزحلقه جدا، لان هي عباره عن طبقه ميه صغيره جدا، وبعدين طبقه الميه دي اتجمدت فبقت مزحلقه كانك بتزحلق على هو جليد يعني، مش كانك بتزحلق على الجليد، هو جليد. طبعا السقف زي ما انتم شايفين ده نو واي ان هو، شايفين اهو ده اللي انا بتكلم فيه. بص بيتعمل ازاي، وورا هنا انا نظفت برضو ورا الازاز هنا اهو، بعد كده بقوم ايه ننضفه كده ومشغل اللاينز دي. اخيرا عرفنا فايدتها ايه، واحنا في مصر ما كناش عارفين الخطوط دي فايدتها ايه. لما بتشغلها من قدام بتشغلها بتسيح التلج، او بتبتدي تشيل من عليه بتشيل لو في شبوره او حاجه زي كده بتشيل. طبعا الكلام ده ما بيحصلش عندنا في مصر. يلا خير.